أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات المستوى الأول برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية، استكمالا لمحاضرات مادة العلوم السلوكية. نتناول بالشرح الفصل الخامس بعنوان العمليات العقلية. أولا، مفهوم العقل البشري. الدماغ يعتبر الدماغ مركز التحكم الرئيسي في جسم الإنسان، حيث يقوم باستقبال المعلومات الواردة من الحواس المختلفة والقيام بتحليلها، ثم إرسال رسالة تنظم وتوجه حركة الجسم ووظائفه المختلفة، بالإضافة إلى تخزين المعلومات التي تساعده في عملية التعلم والتذكر في المستقبل. وبالتالي يمكن القول أن الدماغ البشرية هي المقر الأعلى للعمليات والأنشطة، سواء كانت أنشطة عاطفية أو أنشطة ذهنية. ومن أمثلتها التعلم، الإدراك والتفكير والوعي ومعرفة الذات. وبالتالي نجد أن الدماغ هو الجزء الأهم في الجهاز العصبي لدى الإنسان، حيث أنه المسؤول عن أغلب الوظائف المعرفية والسلوكية في جسم الإنسان. ثانيا، مكونات الدماغ البشرية. تتكون الدماغ البشرية من ثلاثة أجزاء رئيسية. الجزء الأول يسمى الدماغ الخلفي، الجزء الثاني يسمى الدماغ المتوسط، والجزء الثالث يسمى الدماغ الأمامي. الدماغ الخلفي بيتكون من النخاع المستطيل والمخيخ، بينما نجد الدماغ المتوسط يتكون من مراكز التنشيط المسؤولة عن الربط ما بين الدماغ الخلفي والدماغ الأمامي، كما أنه يلعب دورا كبيرا في عمليات تحفيز المسيرات السمعية والبصرية. بينما الدماغ الأمامي يتكون من القشرة الدماغية والنصفين القرويين والغدة النخامية، وتنقسم القشرة الدماغية إلى أربعة فصوص رئيسية، اثنان في النصف الأيمن واثنان في النصف الأيسر، وهو ما يمكن تقريحه من خلال الشكل التالي: الفص الأمامي، الفص الأوسط، الفص الخلفي للدماغ البشرية. ثالثا، وظائف الدماغ البشرية. نجد أن وظائف النصف الأيسر للدماغ البشرية تختلف عن وظائف النصف الأيمن للدماغ البشري. فنجد أن النصف الأيسر يحلل المعلومات بشكل منطقي، بينما النصف الأيمن يحلل المعلومات بشكل عاطفي. طريقة التفكير في النصف الأيسر طريقة تفصيلية، تكون بصورة تفصيلية، بينما طريقة التفكير في الشق الأيمن تكون بصورة كلية شاملة. النصف الأيسر يركز على الاستنتاج والتحليل، بينما الشق الأيمن يركز على الإبداع. إنجاز المهام في النصف الأيسر يكون بطريقة منظمة ومرتبة، بينما في النصف الأيمن يكون بطريقة عشوائية. النصف الأيسر يستخدم المنطق لحل المشكلات، بينما النصف الأيمن بيستخدم الحدس لحل المشكلات. النصف الأيسر يستند إلى الحقائق، بينما النصف الأيمن يستند إلى الخيال. النصف الأيسر يعمل بحذر، الأيمن يخاطر. النصف الأيسر تجزمه الكلمات واللغة، بينما الشق الأيمن تجذبه الرموز والصور. كما نجد أن الشق الأيسر
يتحكم في الجانب الأيمن من جسم الإنسان، بينما الشق الأيمن يتحكم في الجانب الأيسر من جسم الإنسان. رابعا، نظرية هيرمان للسيطرة الدماغية أو ما يسمى بالدماغ الكامل. يعد مقياس هيرمان للسيطرة الدماغية من الأدوات التشخيصية التي يمكن من خلالها أن نتعرف على أسلوب وطريقة تفكير الفرد، حيث استطاع هيرمان تقسيم الدماغ البشرية إلى 4 أقسام رئيسية، وكل قسم بيختص بوظائف عقلية معينة. منطقة ربع اليسار الأعلى A، منطقة ربع اليسار السفلي B، منطقة ربع اليمين السفلي C، منطقة ربع اليمين الأعلى D، وهما يمكن توضيحه كما يلي من خلال الشكل التالي. القسم A يركز على المنطق والتحليل العقلاني، حيث يعتمد على البيانات والأرقام والنتائج، بينما القسم B يعتمد على الإجراءات والتفاصيل، فهو يركز أكثر على الجانب التخطيطي، بينما القسم C يركز على الجانب العاطفي، حيث المشاعر والعواطف والمعاني الإنسانية والعلاقات مع الآخرين، بينما الجزء D فإنه يركز على الجانب الإبداعي لدى الفرد، حيث التخيل والإبداع والابتكار والتفكير الشمولي. العمليات العقلية هي عمليات فسيولوجية عقلية بتحدث في عقل الإنسان وتتعامل مع المحيط، حيث لا يمكن القيام بأي نشاط حركي أو معرفي إلا عن طريق العمليات العقلية. ومن أمثلة العمليات العقلية التخيل العقلي، التذكر والنسيان، التعلم. ما هي النقاط الأساسية التي نريد أن نتعرف عليها بالنسبة للتخيل العقلي؟ أولا، مفهوم وأهمية التخيل العقلي. ثانيا، وظائف التخيل العقلي. ثالثا، النظريات المتعلقة بالتخيل العقلي. رابعا، العوامل التي يمكن أن تؤثر على الأفراد في ممارسة عملية التخيل العقلي. أولا، مفهوم التخيل العقلي هو نشاط نفسي تحدث خلاله عمليات تركيب ودمج بين مكونات الذاكرة والإدراك وبين الصور العقلية التي شكلها الفرد من خلال خبراته السابقة، وذلك من أجل تكوين أشكال عقلية جديدة. أهمية التخيل العقلي أساس عمليات التفكير والإدراك والابتكار والإبداع، يساعد في ربط المعلومات والمعرفة وبالتالي إنتاج معرفة جديدة، يساعد على إدراك النتائج المتوقعة في مختلف المواقف، كما أنه يساعد في بناء علاقات جديدة من خلال إعادة تركيب المكونات. العنصر الثالث، وظائف التخيل العقلي. نجد أن هناك 3 وظائف أساسية لعملية التخيل العقلي، وهي وظيفة التجزئة أو التفريق، التجريد الموضوعي، التخيل أو التصور. بالنسبة لوظيفة التجزئة أو التفريق، فهي محاولة الفرد عند صنع صورة جديدة أن يأخذ أجزاء من صورة قديمة موجودة بالفعل، فتجزئة الصورة الكلية أو تفريق
مكوناتها إلى أجزاء كثيرة ينتج من خلالها صورة مختلفة وتبقى الصورة الأصلية كما هي. بينما التجريد الموضوعي فهو يعبر عن فصل المادة عن موضعها وتجريدها عن باقي المواد الأخرى المرتبطة بها مع الاحتفاظ بالأصل. بينما التخيل أو التصور يقوم الفرد بتجميع المواد أو الأجزاء مع بعضها وغالبا لا يفقدها خواصها الأساسية، ويكون التجميع منطقيا يخضع للأنظمة وقوانين الطبيعة من ترابطات وعلاقات بين الأشياء المختلفة. العنصر الرابع، نظريات التخيل العقلي. نظرية الترميز المزدوج ونظرية النشاط الإدراكي. نظرية الترميز المزدوج، تشير هذه النظرية إلى أن هناك نظامين لتصور ومعالجة المعلومات، النظامين مترابطين. النظام الأول يسمى الترميز اللفظي، وهو المسؤول عن معالجة وتمثيل المعلومات اللفظية المرتبة بتسلسل معين. أما النظام الثاني يسمى الترميز التصوري والتخيلي، وهو متخصص بتمثيل المعلومات المكانية والفراغية. بينما نظرية النشاط الإدراكي تشير إلى أن التخيل يمثل نشاط ذهني يتضمن تركيب ودمج بين مختلف الصور المدركة والتي يدركها الفرد من خلال الإدراك البصري. وبالتالي نجد أن نظرية النشاط الإدراكي ركزت في الدرجة الأولى على ما يسمى الإدراك البصري لعملية التخيل. العنصر الخامس، العوامل المؤثرة في التخيل العقلي. عوامل بيئية، عوامل شخصية والدافعية. بالنسبة للعوامل البيئية فهي تمثل المثيرات الخارجية التي تحيط بالفرد وتؤثر به وتوجهه وتضبط سلوكه، مثل القوانين والأنظمة، بيئة العمل المادية، نمط القيادة والإشراف، الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. بينما تمثل العوامل الشخصية الانفعالات التي لها تأثير قوي على تفكير الفرد وقدراته التخيلية، مثل القلق والتوتر، الإحباط، الحالة المزاجية، نمط الشخصية. أخيرا الدافعية، وتشير إلى أنه يظهر دور الخيال عند وجود دافع قوي لدى الفرد للوصول إلى هدف محدد. عملية أخرى من العمليات العقلية وهي التذكر والنسيان. ما هو مفهوم الذاكرة؟ مراحل عملية التذكر، أنواع الذاكرة، وما هي الاستراتيجيات المدعمة لعملية التذكر، وكذلك ما هو مفهوم النسيان، وما هي النظريات التي يمكن الاعتماد عليها في تفسير عملية النسيان. العنصر الأول، مفهوم الذاكرة، هي مستودع التجارب والانطباعات التي اكتسبها الإنسان في حياته عن طريق الحواس والعالم الخارجي، فهي الوظيفة العقلية العليا التي يتمكن الإنسان من خلالها من حفظ نتائج تفاعله مع العالم الخارجي منذ لحظة ولادته وحتى نهاية حياته. يمكن القول أن هناك ارتباط بين التعلم وعملية التذكر، وذلك لأنه إذا لم يتبقى شيء لدينا من خبرتنا السابقة فلن نتعلم شيئا، واستمرار الإدراك في حد ذاته إنما يتوقف على استمرار الذاكرة، فنحن نستطيع أن ندرك العلاقات بين الماضي والحاضر ونقوم بعمل تنبؤات عن المستقبل، ويرجع ذلك كله إلى حضور الذاكرة ومدى قوتها ومرونتها. العنصر الثاني، مراحل عملية التذكر.
تمر عملية معالجة المعلومات بثلاث مراحل أساسية فيما يتعلق بعملية التذكر. المرحلة الأولى هي مرحلة الترميز، ثم مرحلة التخزين، ثم مرحلة الاسترجاع. بالنسبة لمرحلة الترميز، فهي تشير إلى عملية تحويل المدخلات الحسية إلى رموز أو صور يسهل الاحتفاظ بها في الذاكرة، وتوجد أكثر من صورة للترميز: الترميز البصري، الترميز السمعي، الترميز اللمسي، الترميز الحركي، الترميز الدلالي. يتضمن الترميز البصري تمثيل الخصائص البصرية للمنبهات في شكل صور مثل الشكل واللون والحجم. الترميز السمعي يتضمن تمثيل الخصائص الصوتية للمنبهات في شكل أصداء صوتية مثل التردد والنغمة. الترميز اللمسي يتضمن تمثيل الخصائص اللمسية المميزة للمنبهات مثل الخشونة والنعومة. الترميز الحركي يتضمن تمثيل الأفعال الحركية من حيث طبيعتها، تسلسلها، كيفية تنفيذها. أما الترميز الدلالي يتضمن تمثيل الكلمات في ضوء ما تدل عليه من معان مختلفة. بالنسبة لمرحلة التخزين، فتشير إلى عملية الاحتفاظ بالمعلومات التي تم ترميزها في الذاكرة بصورة منظمة تيسر عملية استرجاعها عند الحاجة إليها. وتتأثر عملية التخزين بمدى تهيئ الشخص واستعداده وبالمجهود الذي يبذله في حفظ المادة التي يتعرض لها، وبكون المادة واضحة وسهلة ومفهومة. أما مرحلة الاسترجاع فتشير إلى قدرة الشخص على استعادة المعلومات التي سبق له أن قام بترميزها ثم تخزينها، وذلك على نحو يتطابق مع الشكل الأصلي لهذه المعلومات. العنصر الثالث: أنواع الذاكرة. يمكن تصنيف أنواع الذاكرة إلى نوعين. النوع الأول الذاكرة قصيرة المدى، والنوع الثاني الذاكرة طويلة المدى. الذاكرة قصيرة المدى تستقبل المعلومات التي يتم الانتباه إليها فقط، وتشكل مستودعا مؤقتا لعملية التخزين، يتم فيه الاحتفاظ بالمعلومات لوقت قصير. أما الذاكرة طويلة المدى فهي التي يستقر فيها المعلومات بصورتها النهائية بعد معالجتها وترميزها في الذاكرة قصيرة المدى، وتنقسم إلى ذاكرة المعاني، ذاكرة الأحداث، الذاكرة الإجرائية. ذاكرة المعاني تخزن فيها شبكات من المعاني التي ترتبط بالأفكار والحقائق والمفاهيم والعلاقات. ذاكرة الأحداث تخزن فيها جميع المعلومات المرتبطة بمختلف الخبرات الشخصية التي مر بها الشخص خلال حياته، وتسمى هذه الذاكرة بالذاكرة التسلسلية، حيث تتضمن الأحداث من الأقدم إلى الأحدث. بينما الذاكرة الإجرائية تختص بتخزين المعرفة المرتبطة بكيفية تنفيذ الإجراءات والقيام بعمل ما كالسباحة أو قيادة السيارة. العنصر الرابع الاستراتيجيات المدعمة لعملية التذكر. استراتيجية التسميع الذاتي، واستراتيجية التنظيم أو التحزيم، واستراتيجية التصور أو التخيل. بالنسبة لاستراتيجية التسميع الذاتي، يقصد بها التسميع العلني أو الصريح للمعلومات المراد الاحتفاظ بها، وده بيساعد على تنظيم المادة المتعلمة وبيجعلها أكثر وضوحا ويضفي عليها معنى. وقد تتخذ شكلا من إما عملية
تسميع في الذاكرة قصيرة المدى أو عملية تسميع في الذاكرة بعيدة المدى. لو كان التسميع في الذاكرة قصيرة المدى يلجأ إليها عندما يكون الهدف هو الاستخدام الفوري للمعلومات، أما التسميع في الذاكرة بعيدة المدى يلجأ إليها عندما يكون الهدف هو الاحتفاظ بالمعلومات لمدة طويلة، فلا يلجأ الفرد إلى تسميع المعلومات أو ترددها فحسب، بل يحاول ربطها ببعض الأشياء المألوفة بالنسبة له كي تساعده على تذكرها في المستقبل. أما استراتيجية التنظيم أو التحزيم فيتعني تجميع أو تصنيف العناصر المتشابهة وفق تنظيم معين، كما تهتم بتحديد نمط من العلاقات بين وحدات المعرفة المراد الاحتفاظ بها. وقد تكون استراتيجيات تنظيم تتعلق بمهام التعلم البسيطة، أو استراتيجيات تنظيم تتعلق بمهام التعلم المعقدة. فإذا كانت تتعلق بمهام التنظيم بمهام التعلم البسيط فهي تمثل تحويل المعلومات إلى صيغة أخرى أسهل فهما، تبسيط المعلومات، وذلك من خلال تنظيم العناصر أو إعادة ترتيب المعلومات غير المرتبة. أما تنظيم المهام التعلم المعقدة فهي تتضمن تكوين خريطة معرفية للمعلومات توضح العلاقات فيما بينها، فهي تحدد النقاط الأساسية والنقاط التي تتفرع منها. استراتيجية التصور أو التخيل هي إنتاج صور عقلية مبتكرة ترتبط بالمادة المقروءة، مما يؤدي إلى تحسن في عملية التذكر. ويشير مفهوم التصور الذهني إلى حدوث تمثيل عقلي أو صورة ذهنية للشيء الذي سبق للمرء أن تعرض له من قبل، ولا يكون له وجود فعلي لحظة تصوره. وتظهر أهمية هذه الاستراتيجية من أن الكلمات المادية والتي لها كيان ملموس يسهل تصورها مثل كلمة نمر، ويكون تعلمها وتذكرها أسهل من تعلم الكلمات المجردة التي ليس لها ترميزات حسية ملموسة مثل كلمة الصدق. العنصر الخامس مفهوم النسيان. يعبر مفهوم النسيان عن عجز الفرد أو فشله سواء كان جزئي أو كلي، مؤقت أو بشكل دائم، في استعادة واسترجاع المعلومات والأفكار والخبرات التي سبق أن تعلمها في وقت سابق من حياته. ويمكن تعريف النسيان أيضا على أنه الفقدان التدريجي لما سبق أن اكتسبه الفرد من معلومات وخبرات. ويمكن التعبير عن معادلة النسيان من خلال أن النسيان بيساوي كمية المادة المكتسبة مطروحا منها كمية المادة المسترجعة. العنصر السادس النظريات المفسرة لعملية النسيان. نظرية عدم الاستعمال، نظرية الكبت، نظرية التداخل. العنصر السادس النظريات المفسرة لعملية النسيان. نظرية عدم الاستعمال، نظرية الكبت، نظرية التداخل. نظرية عدم الاستعمال تشير إلى أن المعلومات أو المهارات أو الخبرات التي لا يستخدمها الفرد باستمرار أو لا يستعملها على الدوام فإنها وبمرور الوقت يصيبها النسيان. أما نظرية الكبت فتشير إلى استبعاد الحوادث والأشياء المؤلمة أو المخيفة أو غير السارة من مجال الوعي والشعور وإبعادها إلى مجال اللاشعور. فالنسيان هنا قد يحدث بصورة متعمدة واختيارية، أي أن الإنسان يتناسى بمحض إرادته كل ما يسبب له الحزن. أما نظرية التداخل فتشير إلى أن النسيان يحدث عندما تتشابه
أو تتداخل إلى حد ما مادتين أو موضوعين، لأن تعلم المادة الأولى قد يؤدي إلى حدوث تشوش في تعلم المادة الثانية إذا ما توفرت درجة من التشابه بينهما. وقد يكون التداخل رجعي أو قد يكون التداخل لاحق. فإذا كان التداخل رجعي فهو يشير إلى أن التعلم اللاحق يذهب أو يضعف من التعلم السابق له، أما التداخل اللاحق فيشير إلى أن التعلم السابق يتداخل مع التعلم اللاحق فيضعفه أو يذهب ببعضه.